بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أحمده على فضله وإحسانه وتوفيقه، حمدا يملأ السماوات والأرض ويملأ ما شاء من شيء بعد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وأحبابنا وذوينا وعلى سائر المؤمنين وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، ثم لدينا باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الخبز؟ خبز يعني بمعنى المخبوز، والخبز باللم الشيء المخبوز من نحو بر، وهو المراد هنا. وأما بالفتح يعني خبز، فالمصدر بمعنى اصطناعه يعني صنع الخبز، خبز قالوا خبز اخبز خبز. ثم خبز يعني معلوم مشهور لا يخفى على احد، اولا تدق الحبوب من شعير او قمح بر ارز هكذا، يعني يدق اولا يصنع منه دقيق، ثم بعد ذلك يعجن هذا الدقيق ويصنع منه خبز. نعم، هذا مخبوز. في هذا الباب ثمانية أحاديث. بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن زورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه الله ورضي عنا معه، قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحق رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد، بعض قال أن هنا هذا كلمة آل مقحم، هناك رواية أخرى فيها ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم، ما شبع محمد، هنا ما شبع آل محمد، كلاهما صحيحان. ثم فإذا ما شبع محمد كذلك ما شبع آل محمد، يعني ما يأكل عيال رجل ينسب إليه يقال له خبزه،
فإذن في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إما يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأكل عياله. قال علي القاري في جمع الوسائل في شرح قوله ما شبع آل محمد أي أهل بيته صلى الله عليه وسلم. آل بمعنى أهل البيت. أهل البيت ليس المراد به الزوجات هنا، يعني عياله الذين كانوا في مونته، من يعول عليه. فإذن يدخل به الزوجات والأبناء والبنات كلهم، يعني ثم بعض الناس يعول، كان يعول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم دخل في قوله آل. وليس المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة، يطلق كلمة آل على من حرمت عليه الصدقة، ليس ذلك مرادا هنا. ثم من خبز الشعير، فإذا خرج به خبز البر، يصنع الشعير، لا يصنع الخبز من دقيق البر القمح، من دقيق الشعير هكذا كثير. الشعير والقمح يعني متماثلان، وكذلك يصنع الخبز من الأرز. أيضا عندنا في الهند نوع خاص من الأرز، يكون هذا الأرز لا يصنع به، يعني لا يطبخ به الأرز. هذا الحب أيضا يطلق عليه الأرز، الطعام أيضا يطلق عليه الأرز، نعم. طعام الأرز يعني لا يصنع به، بل هنا نوع خاص من الأرز لصنع الخبز، نعم، يكون أبيض. إذن من خبز الشعير، من إبراهيم الباجوري رحمه الله قال خرج بخبز الشعير خبز البر. ففي رواية للبخاري ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبل. هنا خبز الشعير لم يشبع يومين متتابعين، فإذا ممكن هو شبع من شعير من خبز البر القمح يومين، لذلك هناك في هذه الرواية نفي تناول طعام البر ثلاث ليال تباعا. ليالي يعني مع أيامها، نعم. وهنا خبز الشعير يعني ما شبع منه يومين متتابعين، فإذا ولو شبع شبع يوما، في اليوم الثاني ما يشبع. أما في البر ممكن يومين شبعا، أما ثلاث ليال، ثلاث ليال متتابعة لم يشبع، نعم هكذا. ثم ورد في حديث أنه كان يدخر في آخر حياته قوت سنة لعياله، هكذا ثبت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر في آخر حياته قوت سنة لمن لعياله، لمن يكون في مونته. فإذا هل ينافي هذا معه ما شبع محمد، كذلك ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين؟ ليس بينهما تنافي. لماذا؟ لأنه كان يعرض له حاجة، حاجة حاجة المحتاج، فيخرج فيها ما كان يدخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحصاد هو يدخر لسنة قوت سنة لعياله، بعد ذلك يعرض له حاجة المحتاجين، فماذا يفعل؟ وينفق في حاجة المحتاجين ما ادخره لعياله. فإذا لا يستطيع عياله
أن يشبع يومين متتابعين من خبز الشعير ولا يستطيع عياله أن يشبع ثلاثة أيام من خبز البر وهكذا أو ما كان الدخر لا يكفي للشبع هكذا احتمال آخر هكذا كان يدخر لسنة قوت سنة لكن فهذا المقدار كان أقل من مقدار الشبعي ملا علي القاري رحمه الله قال قال ابن حجر رحمه الله قد ينافيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله سنة ويجاب أخذا من كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم بأنه كان يفعل ذلك أواخر حياته لماذا كان الغنى في أواخر حياته خاصة بعد فتح خيبر لكن تعرض له عليه حوائج المحتاجين فيخرجه فيها فصدق عليه أنه ادخر قوت سنة وأنهم لم يشبعوا كما ذكر لأنه لم يبق عندهم ما ادخر لهم عندها هكذا قال ابن حجر رحمه الله وفيه أنه يلزم منه أن تضييق الحالي إنما كان في أواخر السنة والحال أن الأحاديث تعم الأحوال فالأحسن في الجواب أن يقال إنما كان يدخر قوتهم لا على وجه الشبع يدخر قوتهم لكن مقدار المدخر أقل من قدر الشبع ذلك قال كان يدخر قوتهم لا على وجه الشبع هكذا جواب أو أنه كان لا يدخر لنفسه فما كانوا يشبعون معه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مع أنه لا تصريح فيه أنهم كانوا لا يشبعون من القلة وإنما كان عادتهم عدم الشبع نعم ما كانوا يجدون من لذيذ الأطعمة المؤدية إلى الشبع غالبا هذا هو ما كانوا يجدون من لذيذ الأطعمة فإذا هذا المدخر ما كان من لذيذ الأطعمة سيأتي يعني أنه ما كان عند الصحابة المناخل لإخراج النخالة من الدقيق فإذا لا يكون هذا الخبز المصنوع من الشعير أو القمح لذيذا بل يكون فيه قشر الشعير كذلك قشر القمح البري هكذا ما كان دقيقه صافيا لذلك يكون هذا الخبز يعني ثخينا نعم قاسيا هذا حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغاية فيها يعني فائدة عليمة ليس هذا الاختيار عدم الشبع لأجل فقره صلى الله عليه وسلم وعدم الطعام أو قلة الطعام بل هو اختار هذا عدم الشبع هذا الشبع يعني الشبع الشرعي ليس الشبع العادي الشبع الشرعي هو يعني ما يملأ ثلث البطن ثلث البطن بطن للطعام وثلث البطن للماء ثم الثلث للهواء يعني فارغ هذا هو الشبع الشرعي بعض العلماء فسروا الشبع الشرعي بما يقيم الصلب هذا أقل منه بكثير فإذا ليس ذاك على الراجح بل هذا الشبع يعني ثلث البطن وهذا ما شبع وهذا الشبع ما شبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آله حتى الموت نعم ثم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير رضي الله عنه قال حدثنا حريز بن عثمان رضي الله عنه سليم بن عامر رضي الله عنه قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير
ما كان يفضل معناه يزيد يبقى معناه كما قال ابن حجر رحمه الله لم يكسر ما يجدونه ويخبزونه من الشعير عندهم حتى يفضل عندهم منه شيء حتى يبقى عندهم منه شيء بل كان ما يجدونه لا يشبعهم في الأكثري يجدون طعاما لكن هذا الموجود لا يشبعهم في الأكثر والأغلب نعم روى الشيخاني رحمهما الله أن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد وليس عندي شيء يأكله ذو كبد يعني حيوان إلا شطر شعير في زق لي عندي كان هكذا زق يعني وعاء صغير يلقى فيه شيء من الشعير هكذا شطر شعير فأكلت منه حتى طال يعني هي تأخذ شيئا تأخذ شيئا هكذا حتى طال علي فإذا مضت أيام كثيرة مدة طويلة فهذا شيء قليل جدا لم ينفذ حتى الآن فإذا هي تعجبت ثم أخرجته ثم ماذا فعلت هي تقول فكلته هي نظرت كم يبقى قالت يعني كم مقدارا يبقى من هذا الشعير ففنية بعد ذلك لم يبقى بل يعني كان قليل هذا قد نفدا إلى ذلك الوقت ما قدرته بل قدر الله تعالى لذلك كان يبقى 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 حينما قدرت وكالت هي رضي الله عنها تم أمره ففنيا قال ميرك هنا معنى آخر أيضا قاله ملا علي القاري أي كان لا يبقى في صفرتهم فاضلا من مأكولهم هذا شيء قليل فقط يجدونه فإذا لو أتي على صفرتهم يأكلونه والحال ما شبعوا قد نفذ الطعام وما شبعوا هكذا كان الطعام قليل نعم على كل حال على هذين المعنيين يدل على أن الشعير عندهم قليل نعم ولا يخفى على الفطن أن ظاهر هذا الحديث لا يدل على أنهم كانوا لا يشبعون من ذلك الخبز بخلاف الحديث الأول قلت لما كان محتملا فعملناه على ما ورد في الحديث الأول وهو الحال الأكمل والأفضل نعم ثم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي رضي الله عنه قال حدثنا ثابت بن يزيد رضي الله عنه عن هلال بن خباب رضي الله عنه عن كريمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا طاويا معناه خالي البطن جائعا خالي البطن جائعا الطوي الجوع يقال الطوي يطوى طوا إذا جاء يجوع نعم جائع هو وأهله أيضا لا يجدون عشاء عشاء يعني ما يؤكل عند العشاء عشاء بالكسر نعم هذا آخر النهار لا يجدون ما يأكلونه في الليل أو ما يقاربه من آخر النهار عشاء آخر النهار نعم وكان أكثر خبزهم خبز الشعير أكثر خبز الشعير هذا يكون قاسيا أكثر من خبز القمح وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن
عبد المجيد الحنفي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن أبو حازم رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحبارة فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه الله أكبر ثم فإذن ما معنى النقي النقي يعني الصافي قيل سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنه قيل له هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الخبز النقي الصافي من النخالة هذا النقي يقال له بالفارسية ميدا نعم هذا الشعير هو بارلي البر أو القمح هو ويت نعم بالإنجليزية بارلي نعم هذا بالفارسية يقال ميدا نعم النقي من النخالة ثم يعني الحبارة هذا تفسير الراوي مدرج في الحديث نعم حبارة ما معنى حبارة أو النقي أو ميدا معناه الذي نخل مرة بعد أخرى ومن التحوير التحوير هو التبييل التبييل فإذا ينخل مرة بعد أخرى حتى لا يبقى فيه شيء من دقيق القشر يعني هذا يكون فيه القشر وهذا لو صفية ثم صفية نخلة ثم نخلة نخلة يكون خالصا لا يبقى فيه شيء من القشر نعم هل أكل هكذا سئل فإذا أجاب سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا هذا مبالغة في نفي الأكل سؤال عن الأكل لكن هو أجاب ما رأى كيف يكون أي ما رآه فضلا عن أكله ففيه مبالغة لا تخفى حتى لقي الله عز وجل نعم هذا لقي الله عز وجل كناية عن موته لأن الميت بمجرد خروج روحه تأهل للقاء ربه ورؤيته لا يلقاه حقيقة بل يتأهل للقائه لماذا يتأهل للقائه ورؤيته إبراهيم الباجوري قال إذ الحائل بين الله وبين العبد هو التعلقات الجسمانية الحائل بين الإنسان وبين ربه التعلقات الجسمانية فإذا اندفت هذه التعلقات الجسمانية بالموت اندفى هذا الحاجب الحجاب فإذا صار متأخلا لرؤيته ولقائه نعم فإذا سئل قيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل جم منخل على غير القياس القياس منخل منخل مناخل آلة النخل وآلة إخراج النخالة من الدقيق هكذا يكون يعني شبكة هكذا ثم يلقى فيه يحرك فإذا تبقى النخالة في المنخل ويسقط الدقيق إلى التحت نعم فإذا هل كانت لكم هذا خطاب من يراد به يراد به معشر الصحابة من المهاجرين والأنصار
مناخل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب لا، قال ما كانت لنا مناخل. ثم في حديث صلى الله عليه وسلم، ثم فإذا سأل السائل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ يعني الشعير دقيق الشعير يكون فيه النخالة التي لا بد من نخلها ليسهل بلعه ويكون خبزه لذيذا، لأجل ذلك لا بد من النخالة من النخل وإخراج النخالة وتصفية هذا الدقيق. فإذا هو قال عجب كنا ننفخه، يؤخذ هذا الدقيق ثم في وعاء ثم ينفخ هكذا إخراج الهواء فيه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، يعني بالنفخ ماذا يذهب ماذا يطير؟ هذا الخفيف من القشر، أما الثقيل من القشر يبقى فيه. فإذا يكون هذا يعني هذا الدقيق مخلوطا من أجزاء القشر الثقيلة الثخينة ثم نعجنه، وقال يعني ننفخ فيه فيطير منه ما طار ثم بعد ذلك نعجن ما بقي ثم نصنع منه الخبز. فإذا ما كان في زمن الصحابة هذه المناخل، ماذا حكم اتخاذ المناخل؟ فاتخاذ المناخل بدعة لكنها مباحة، لأن القصد منها تطيب الطعام، لو لم ينخل الدقيق لا يطيب الطعام، لا يطيب الخبز منه، فهذا النخل لأجل تطيب الطعام وهو مباح، يعني تطيب الطعام مباح ما لم ينتهي إلى حد التنعم المفرط. لو يعني أراد الترفه والتنعم المفرط فهذا ليس بمباح، وإلا فهو مباح. إذن هذه بدعة مباحة. بعدهم هكذا كان شعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدره ألا يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آله من هذا الشعير، نعم، من خبز الشعير. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا معاذ بن هشام رضي الله عنه قال حدثني أبي عن يونس رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة رضي الله عنه فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار رضي الله عنه يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان أو على خوان. لماذا خوان بكسر أوله ويضم؟ ما هو الخوان؟ مرتفع يهيأ ليوكل الطعام عليه، يعني يوضع الطعام عليه. ثم ويوكل منه، إذا مرتفع يعني شيء مرتفع له أرجل، يكون أرجل إما صغيرة أو كبيرة أيا كان، مثل الكرسي، وهذا هو خوان أو خوان. نعم. لماذا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان؟ لما فيه من الترفه والتكبر. هذا المرتفع يعني كالكراسي المعتادة عند أهل الأمصار،
من يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه لماذا كيلا تنخفل رؤوسهم فالأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر. لو أراد التكبر ليس بمباح بل هذه بدعة مباحة. نعم. ولا في سكر رجة. سكر رجة ما هو؟ هذا إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشخي للطعام الهالم له. يوكل مع الطعام هو شيء يشخي الطعام كذلك يهلم للطعام كالسلطة. سلطة يعني سلاد. نعم. سلطة ثم سلطة الخضروات فكذلك المخلل مربى هكذا يعني أشياء تشخي الطعام وتهلم الطعام. إنما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في سكر رجة لماذا؟ لأنه لم يكن يأكل حتى يشبع فيحتاج يعني لو شبع يحتاج لاستعمال الهالم والمشخي بل كان لا يأكل إلا لشدة الجوع. لا يأكل إلا لشدة الجوع فلا حاجة إلى تشهية الطعام إلى مشخ للطعام ولا إلى حالم للطعام. يحتاج إلى هذين لو كان يأكل حتى يشبع. ثم ولأنها أوعية الألوان يعني ألوان من الطعام ولم تكن الألوان من شيء العرب إنما كان طعامهم السريد عليه مقطعات اللحم يعني خبز يقطع ثم يلقى عليه اللحم هذا تم الأمر. ليس عندهم يعني ألوان من الطعام ليس هذا في هذا الزمان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك في قبله أيضا من عادة العرب ولا خبز له مرقق يعني لم يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز مرقق. مرقق معناه مليا باللين هذا لم يفعل بخبزه تليين. ثم لأن عامة خبزهم إنما كان الشعير والرقاق إنما يتخذ من دقيق البر لذلك سبق في الحديث كان أكثر خبزه خبز الشعير. إذن هذا المرقق يصنع من خبز القمح خبز من دقيق القمح من دقيق البر. الخبز المرقق يصنع من دقيق البر أي القمح. أما ما يتخذ يصنع من دقيق الشعير لا يلينون. نعم. فإذا لم يخبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ممكن هو أكل ما صنع لغيره ومعهم أكل وهذا إنما يفيد نفي خبزه له. وفي البخاري نفي رؤيته له سواء خبز له أو لغيره هكذا نفي الأكل تماما نفيت الرؤية أيضا لأنه روي أن أنس رضي الله عنه ما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل هكذا أخرج البخاري رحمه الله. ولا رأى شاطا سميطا حتى لحق بالله والسميط ما أزيل شعره بماء مسخن وشوي بجلده هذا يكون أكثر لذة. نعم. ثم فقلت لقتادة رضي الله عنه فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفرة. قال محمد بن بشار هذا يعني تعريف على هذه السفر. ما هو السفر؟ السفر جمع سفرة وهو ما يتخذ من جلد مستدير وله معاليق معلق معاليق تلم وتنفرج
فتصفر عما فيها ولذلك سميت صفرة. الصفرة تصفر عما فيها ذلك سميت صفرة. كما سمي السفر سفرا لماذا؟ لإسفاره عن أخلاق الرجال. السفر يظهر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال ويظهرها، يظهر أخلاق الرجال يعني الخلق الحقيقي يظهر في السفر، ذلك سمي السفر سفرا. نعم. معناه كانوا يأكلون على هذه السفر. والسفرة أخص من المائدة. المائدة ما هي؟ وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه، سواء كان من جلد أو من الثياب. فإذا السفرة السفرة ما يتخذ من جلد. المائدة أعم، سواء اتخذ من جلد أو من ثياب أو من شيء آخر، بلاستيك أو يعني فايبر أو مادة أخرى. نعم. ومما يحقق أن المائدة ما يبند ويبسط ما جاء في تفسير المائدة. ثم قال ابن العربي رحمه الله: رفع الطعام على الخوان من الترفه. رفع الطعام، وضع الطعام فوق الخوان هو من الترفه والتكبر والتنعم المفرط. ثم وضعوا على الأرض إفساد له. وضع الطعام على الأرض مباشرة هو إفساد له، إفساد للطعام، يعني لو سقط منه شيء على الأرض يتلبس لا يمكن أن يأخذ ويميت أعضاءه ويأكل، هكذا لا يمكن. فإذا ماذا؟ توسط الشارع حيث طلب أن يكون على السفرة والمائدة. قال الحسن البصري رحمه الله: الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى السفرة فعل العرب، وهو سنة. هكذا فصلوا. ثم بعده: وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي رضي الله عنه عن مجالد رضي الله عنه عن الشعبي رضي الله عنه عن مسروق رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام، فقالت وقالت: ما أشبع من طعام، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. إذن هذا مسروق رضي الله عنه دخل على عائشة فدعت، طلبت له بطعام، هي أمرت أن يؤتى للمسروق بطعام. ثم هي قالت: ما أشبع من طعام، أنا لا أكل طعاما شبع البطن، يعني لا أكل ثلث البطن، هكذا هي قالت، لا أكل ثلث البطن. ثم قال: فأشاء أن أبكيها، يعني ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، لأني لا أشبع أستطيع أن أبكي، لو شبعت لا أستطيع أن أبكي، يعني هذا امتلاء البطن يمنع البكاء. فإذا يعني فراغ البطن، خلو البطن عن الشبع، عن الشبع ماذا؟ يقبل على البكاء، يسخل البكاء. فإذا هي قالت هكذا: فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ مسروق رضي الله عنه سأل لها: لماذا تبكين؟ لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع. ثم بين هذه الحال،
والله ما شبع يعني ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم مرتين في يوم واحد. الممكن هو شبع مرة واحدة في يوم واحد، ليس في كل يوم، بل هكذا أحيانا يعني شبع، لكن لم يشبع مرتين في يوم واحد منهما ولا من لحم أيضا، هكذا جاء النفي في حديث آخر. نعم. الذي دل عليه كلامها أن مرادها يحصل من شبع إلا تسبب عنه شيئين للبكاء فيوجد مني فورا من غير تراخ. يعني هي تركت الشبع، هذا تسبب للبكاء، فيوجد البكاء منها فورا من غير تراخ. فإذا هي قالت بكيت، لماذا هذا البكاء؟ أي تأسفا وتحزنا لتلك لفوات تلك الشدة التي قاستها، وتحسرا على فوات ذلك المقام الأكمل الذي كانت أعينت عليه ورليت به ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي لا تشبع إلا بكت، نعم، هي لا تشبع إلا بكت. فإذا لماذا هذا البكاء؟ ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني لو شبعت هي تبكي، لماذا؟ لو شبعت هي تبكي فورا، لماذا؟ تأسفا وحزنا على فوات تلك الحالة العلية والمرتبة المرلية، هكذا قال إبراهيم الباجوري، وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ثم ابن حجر رحمه الله قال تعينت عليه ورليت به ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فاتته هذه الشدة. نعم. الله، نعم. فإذا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يشبع؟ لاجتنابه الشبع وإيثاره الجوع. آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، لذلك مرتين في يوم واحد من أيام عمره، فلم يوجد يوم قط شبع فيه مرتين منهما ولا من أحدهما. هنا ذكر يعني شيئين، خبز ولحم، لكن في رواية أخرى من خبز ولحم، في رواية أخرى ضبط ولا من أحدهما، كما يشير إليه قولها ولا لحم بإعادة لا. ثم بعده هكذا كان صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. ثم وبه قال حدثنا، فإذا هي قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، على هذه الحالة هو فارق، لو شبعت حينا، هي تذكر هذه الحالة وتبكي فورا لفوات تلك الشدة التي رليت بها بصحبة ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي ساحق رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنه قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الوارث رضي الله عنه سعيد بن أبي عروبة رضي الله عنه قتادة رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. نعم هذا حديث قد سبق وسبق شرحه أيضا ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله سنقرأ الباقي في الأيام الآتية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.